أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شخص أصابه جرح في أحد أصابع رجله ووضع عليه لفافة، وعند الوضوء يغسل رجله ويمسح على اللفافة التي على إصبعه، ولكن أحيانا ينسى المسح على اللفافة، فهل يكون وضوءه صحيح؟ لا، إذا نسي المسح فإنه لم يتم وضوءه، لأن المسح يكفي عن غسل ما تحته، فإذا نسيه لا بد من إعادة الوضوء، إلا إن ذكر قريبا وأعضاءه لم تجف فإنه يمسح ويغسل ما بعد العضو الممسوح. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الصلاة يعني يعيد غسل ما بعد العضو الممسوح؟ نعم.